سيد رئيس لجنة الحقوق والحريات، السيدات والسادة النواب، تحية تقدير واحترام. في البداية نتوجه لكم بالشكر الجزيل لإتاحة هذه الفرصة لهيئة الحقيقة والكرامة وتحديدا للجنة المرأة لتقديم توصياتها ومقترحاتها فيما يخص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على عنصر المرأة. في البداية لماذا لجنة المرأة بهيئة الحقيقة والكرامة؟ نعرف أو من المعلوم أنه القانون الأساسي للعدالة الانتقالية أقر بأهمية خصوصية النساء ضحايا الانتهاكات في تنفيذ آليات العدالة الانتقالية. أول شيء إحنا إلى يوم 28 فيفري تم الاستماع إلى 4030 امرأة في جلسات سرية. بالنسبة للجلسات العلنية تعرفوا عملنا 6 جلسات علنية، كان عدد النساء 16 من 30. لكن في الجلسات هذه السرية من 4030 باش نوريكم بعض أبرز الانتهاكات كما قلت لكم في الفصل في الصفحة 19. إذا عندنا ربما أبرز يعني الانتهاكات، نشوفوا أنه من 4030 عندنا 2125 انتهاك الحق في السكن وحرمة المسكن. نشوفوا أنه فما 1591 انتهاك الحق في حرية اللباس والمظهر، هذه من 4030 يعني زاد ما فماناش يعني نشوفوا أني سبب تقريبا. فما 1403 نساء اللي تم منحهم من الارتزاق واشكال الاعتداء على حق الشغل. 990 كانت مراقبه اداريه بالنسبه لل 4030. الدفع الى الهجره الاضطراريه لاسباب سياسيه 44 حاله الى حد الان. الدفع الى الطلاق والاجبار عليه 85. التخفي الاضطراري خوف الملاحقه والارتهاك 452 مش 4. التعذيب من 4000 وكذا فما 456 امراه تعرضوا للتعذيب. الايقاف التعسفي 930 الى حد الان. بالنسبه للاغتصاب واشكال العنف الجنسي 130. مازلت فما 33 انتهاك. انا حاولت نسمي يعني ابرز هذه الانتهاكات باش نحيل الى بعض مقترحات لجنة المرأة اللي في خصوص يعني انتم طبعا ادرى نواب يعني مجلس الشعب انكم يعني في ادراجها سواء في مناقشه، نتمنى ايضا يتم استيعابها في مناقشه التعديلات على المجله الجزائيه، لانه فما عندنا ثغرات حتى احنا تو باش نحيلوا الى دوائر متخصصه ملفات بها لانتهاكات الجسيمة واللي هي يجرمها القانون الدولي والمعاهدة الدولية، لكن عندنا كثير من الثغرات في المجلة الجزائية. بالتالي احنا نقدم لكم هذه المقترحات سواء في هذا القانون الأساسي إداحة بإيقاف العنف ضد النساء أو في مجلة إدراجها بالمجلة الجزائية. من خلال هالانتهاكات هذه شفتوا إنه عندنا التطليق القسري اللي احنا لحد الان قديش انا ذكرت التطليق القسري بالي 85 حاله الى الان. الدفع الى الطلاق والاجبار عليه 85 حاله. هذا طبعا هي الانتهاكات هي مورست من اجهزه الدوله يعني اغلبها من البوليس، لكن كونه هو انتهاك تعرف انه احنا صحيح عند خصوصيه قانون العداله الانتقاليه في تعريف الانتهاك وطبعا المتسبب فيه، لكن هذا ينجم في كل المواطنات التونسيات. وبالتالي نقترح تجريم الاجبار على الطلاق، الطلاق يعني في مجمل يعني تجبير تجريم في خصوص يعني ويكون الفصل اللي نقترحه للرجل والمراه على السواء الحريه الكامله في الابقاء على الرابطه الزوجيه او فكها، وكل محاوله للنيل من هذه الحريه تعرض صاحبها لعقوبة سجنية نقترحه مدته ستة أعوام وخطية مالية قدرها 6000 دينار. هذا مقترح مازلنا باش نعرضوه أيضا على المجتمع المدني، مازلنا نحاول نبلوروه وإن شاء الله نقدموه لكم يعني في جلسة يعني مقارنة تكون أكثر يعني مدروسة أكثر. نفس الشيء عندنا حالات اكتشفناها هي الزواج الإجباري. هنا عادة يتم وقينا يعني من انتهاكات
انه تتعرض النساء الى التطليق الاجباري ثم تزويجها ايضا اجباريا، يعني يتم الفرض عليها انها تتزوج. هذه من الانتهاكات اللي تعرضت لها في الحقبات هذه التاريخيه طبعا تحت بالنسبه لمنظومه دكتاتوريه. لحد الان عندنا 14 حاله من اللي تم الاستماع عليهم تم تزويجهم اجباريا، وبالتالي ايضا نقترحوا في خصوص الاجبار على الزواج فصل دراج فصل للرجل والمراه متى بلغ سن الزواج الحريه الكامله في اختيار القرين دون ضغوطات وتدخلات من اي جهه كانت، ويعاقب كل مخالف لاحكام هذا الفصل بالسجن مده 6 أعوام وخطيه ماليه قدرها 6000 دينار والمحاوله ايضا موجبه للعقاب. مساله مهمه اخرى يعني انا اشرت لهنا انه في منشور 108 هذا الانتهاك، يعني انتهاك اللباس والمظهر هو كان انتهاك ممنهج سيستماتيك مورس على مش مئات الاف النساء التوانسه من طبعا من سنه 1981 يعني باسم هالمنشور هذا اللي لحد الان قلنا من 4030 استمعنا الى 1591 ضحيه امراه تعرضوا لهذا الانتهاك، وبالتالي ومن بين ونقول انه مع الاسف الى يومنا هذا ما زالت يعتمد حتى يعني فيه مساله الغاء ورفعها التباس، والواضح انه لم يلغى لانه الى حد الان احنا وردت علينا يعني في الى حدود سنه 2013 بعض الملفات خاصه في لجنه التحكيم والمصالحه من ضحايا نساء تعرضوا وما زالوا ما رجعوش الى شغلهم بسبب انتهاك هذا الحق، وما زلنا نلقاو اشكاليات حتى في دعوه المؤسسات هذه لحضور المصالحه والتحكيم في هذا الاشكال طبعا في اطار لجنه التحكيم، وانا نائب رئيس لجنه التحكيم وادرى معناتها مع الاسف معناتها نعاين في المسائل هذه، وبالتالي نقترح تدعو يعني لجنه المراه الغاء منشور 108 المتعلق بمنع ارتداء الحجاب يعني ويكون الغاء صريح وواضح، وعادة يعني المنشور يلغى بمنشور. في هناك بعض المقترحات نفضل ان احنا نقدموها لكم لاحقا بعد ما يتم كذا اللي هي تتعلق وفيها ثغرات كما نقولوا قانونيه ما عندهاش سند قانوني، باش نلقاو فيها اشكاليات ايضا في الدوائر المتخصصه اللي هي خاصه مثلا كما مساله الاختفاء القسري، الدفع الى الهجره الاضطراريه لدوافع سياسيه ايضا، هذه يعني بعض الانتهاكات اللي ما زلنا نبحث على يكون عندها سند قانوني في المجله الجزائيه وخاصه لمنع التكرار. احنا دورنا يعني خاصه فما يعني قانون العداله الانتقاليه هو اساسا جاء ل يعني منع تكرار هذه الانتهاكات ومنع طبعا الافلات من العقاب، ويعني انه يرسي يعني ثقافه الانسان. صحيح احنا مدتنا منتهيه يعني في الزمن يعني قريبا تنتهي، لكن الاثار مش تكون كبيره ياسر لانه باش يعطي بهالقوانين هذه ان شاء الله والفصول اللي باش نقترحوها تكون فيها حمايه مش فقط للمراه التونسيه من اجل الدوله اذا مارست نوع من الانتهاك والاضطهاد، لكن ايضا في تغيير يعني ثقافه الانسان انه يكون كما قلنا لا تجبر المراه التونسيه على الزواج، لا تجبر على الطلاق، يحترم حقها في اللباس، يحترم حقها في المظهر، تحترم كل يعني حقوقها وحرياتها. هذا يعني ونشكركم طبعا على الاستماع ومستعدين لكل الاسئله والنقاش. مع الشكر. في الحقيقه احنا المقاربه نتاعنا اللي في علاقه بالاستدعاء والاستماع هذه يعني نحب نحققوا المعنى نتاع المعنى هذا التاريخي اللي تعرضت له المرأة من انتهاك في تاريخ تونس المعاصر، نحبوا هالمقاربة هذه تجنب بلادنا في المستقبل مثل هذه الانتهاكات في نظام ديمقراطي نأمل أنه يستكمل في بلادنا، ونأمل أن كل فعاليات المجتمع تعمل على بناء وحتى لا تعاني كل الانتهاكات من في تاريخنا المعاصر كما قلت ربما من 56 الان ان شاء الله المراه الروسيه على الاقل ما تعرضش الى ما تعرضت اليه في الفتره السابقه من عنف سياسي
هذا القانون هذا جاء باش يأكد هالمعنى هذا، ربما سيضمن العديد من المقترحات والعديد من أصول الإضافة في هذه المسودة